وايه الورد ده كمان؟ ها ايه حكاية الورد معاكم؟ ها اخوك الصبحي بعت لي بوكيه ورد، وانت دلوقتي جاي لي مزهر ومنور وملون وجايب لي ورد. ايه حكاية الورد معاكم؟ بتصفوا المحل ولا ايه؟ وايه الجو الرومانسي ده مثقف عيلة الحاوي؟ عايز مني ايه؟ انا جاي اشيكو مدريد دلوقتي في الهنجر بتاعك الساعة 4 العصر، انت في وسط الرجالة بتوعك، علشان بقى نفتح صفحة جديدة يا شيكو. انا وانت كده رجالة الرجالة مع بعضينا الساعة 4 العصر. وبعدين انا هنسى يا عم الورق اللي انت جيت وخدته مني بالغصب، ها؟ وهنسى كمان موضوع الظرف البني، الظرف البني وانا معاك دلوقتي في الهنجر الساعة 4 العصر. وبتعلي صوتك عليا ليه؟ انا بيبقى صوتي عالي الساعة 4 العصر. وبعدين بقى يا شيكو مدريد، احنا دلوقتي بقى راجل لراجل، وعايزك تعترف. اعترف وانا كمان اعترف لك، وهنبقى ساعتها بقى صافي يا لبن حليب يا قشطه. اعترف لك بيا؟ ايه ده؟ يما يا هوايا، يما يما يا هوايا، الهوا بعترضى خيري، يما يما يا هوايا. ايه ده؟ نجوم ايه اللي انت حاطه في هدومك ده يا فطين يا حبيبي؟ ايه ايه ده؟ كاسيت حطيت لي كاسيت يا فطين في هدومك؟ هو انا بعترف كمان؟ عاوز اعترف يا فطين وتسجل؟ فاكر لي تلميذه فطين؟ لا يا شيكو مدريد، والله العظيم انا اصل انا بحب اسمع مزيكا الساعه 4 العصر دي، قعدت وانا ماشي في الطريق كده. اعترف بقى، اعترف بقى، اعترف بقى وخلصني. جايب لي تلميذه فطين. قلبوه وبعدين علقوه وبعدين شكمنوه وافري سانكيز. اوكي. لا لا، انا ما حدش يقدر يشكمني. أنا لحد دلوقتي مطول بالي على ميشو يا سيد، لكن لو صبري نفذ مش هرحمه، وأنت عارف كده كويس. يا باشا ميشو أصله مصدر دماغه حبتين على الورق، ما أنت عارف الشباب بتوع اليومين دول. وأص كمان ميشو عارف كويس قوي قيمة الورق اللي معاه، وعارف إن الورق ده ممكن يقلب الدنيا لو طلع. مش هيقلب الدنيا عليا لوحدي يا سيد، ولا على الناس اللي خصهم الورق. بعدين ما تنساش ميشو هو اللي سرق الورق. في شغلتنا دي يا سيد في شرف وامانه، تسرق لكن تعرف ايه اللي بتسرقه وليه، مش شغلك. عداك العيب يا باشا، وربنا عداك العيب، بس سعادتك ما تقلقش، انا هجيب لك الورق منه، بس اديني فرصه بقى اسبوع 10 ايام اكون يعني لينت دماغه. براحتك يا سيد، المهم ان الورق ده يجيني. ماشي يا باشا، بس بصراحة بقى، بصراحة أنا عاوز حلاوتي الورق ده من سعادتك. اللي أنت عاوزه هتاخده يا سيد. كده تمام يا باشا، عن إذنك يا كبير. باي باي سوزي. إيه رأيك يا باشا؟
سيد الحاوي بيلعبني هو وميشو لحد ما ينفذ اتفاقه معاكي. أخبية تلاميذ مش عارفين مين هو فريد الكندي. أنا من رأيي يا باشا لازم تلحق توصل للورق ده بأقصى سرعة قبل ما يقع في إيد حد. أنا خلاص فكرت وقررت. عملت إيه يا سكر؟ كله تمام يا النبي بيه. التمثال هيتحرك من معمل الترميم للمتحف الجديد يوم الحد اللي جاي، بس بالليل مش الصبح. طيب وخط السير؟ طلعت المريوطية لحد المتحف الجديد وعاملين عربية حراسة واحدة. يبقى كده لازم نبلغ الخواجة عشان الضيوف اللي جايين. اتصل لك بيها يا باشا. اتصل. معاك يا باشا. هلو. I have a good news. I'm sure. Of course, my dear. الله ما شاء الله يا عمي، عريس زي القمر. انما ايه، مفيش منك. بسم الله ما شاء الله، ايه القمر والجمال ده. بص بقى عمي، انا النهارده هتقمص دور المصور. تعال بقى كده هون علشان اخد لك صوره وانت بالبدله الجميله دي يا عريس يا قمر قبل ما تمشي. بس يلا بسرعه بقى عشان انا الحقيقه خايف ومرتبك. مرتبك بالايه بس يا استاذ انس يا جميل انت؟ ده حتى الليله دي باينه عليها ليله العمر. يلا بقى عمي، يلا اضحك بقى عشان اصورك. اضحك يا عم. الله. عريس يا اخواتي، عريس. انس. سيد ربنا يستر. مبروك يا عريس، الف مبروك يا سيدي. معقولة أنس تبقى الليلة دي خطوبتك وما تقولش لأخوك حبيبك؟ ولا أنت خلاص يا أنس مالكش إخوات؟ الله يبارك فيك يا سيد. يا بابا يا بابا، مش وقته الكلام ده خالص دلوقتي يا بابا. وبعدين يعني حضرتك ما سلمتش على خطيبة لمياء يا بابا. يا فندي. أنا هنا على فكرة. إزيك يا خطيبة ابني؟ الله يسلمك يا عمي. وانا بقى بابا، مفيش بقى عقبالك يا فاطين يا حبيبي يا ابني. عقبالك يا فاطين يا حبيبي يا ابني. حلو كده؟ حلو قوي يا بابا. قولها للمياء كمان. يا فندي انا هنا والله. عقبالك يا فاطين يا حبيبي يا بابا. ما تخلص يا اخويا بقى، في يعني افهم بقى من فرحه حضرتك اللي باظه من عينيك دي يا بابا ان حضرتك خلاص موافق انك تدينا الشقه القديمه نتجوز فيها؟ يا سلام، غالي والطلب رخيص. انا ادالك من عندي قبل العندي. عارف حد قالك امتى يا فاطمه؟ امتى يا بابا؟ لما القطه تاكل عيالها. الف مبروك يا لمياء يا خطيبتي حبيبتي. مبروك يا عريس عقبال البكاري. لما تخلص الليله السودا بتاعتك يعدي عليا عشان عايزك. ها، دايما معاك لين عليا يا سيد، حتى في ليله خطوبتي التي طالما انتظرتها. معلش يا عم انس، معلش بقى. يلا بينا بقى قبل ما يرجع تاني. ايه ايه العريس القمر ده؟ يلا يا قمر. شيك قوي 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 يا عم. الله. فاطين. نعم. انا عايزه ارقص. لا ما يصحش، عيب.
يعني ايه عيب يا فاطمه؟ الناس كلها بترقص وفرحانين ومبسوطين. لا يا لمياء، الناس ترقص براحتها وتنبسط براحتها، انما بقى ده خطوبه عمي ومش انا اللي هبوظ خطوبه عمي. انا ما بعرفش ارقص. انا هبوظها يا فاطين؟ طب انا عايز ارقص وهاخدك اعلمك دلوقتي. لا يا لمياء، عيب عيب عيب، ده فاطين. يلا يا فاطين. يلا يا فاطين. ايوه كده. فرحان يا انس. مبسوط جدا جدا جدا، فرحان فرحان قوي. عارفه كان نفسي يبقى الليله دي ليله جوازنا، ما تبقاش خطوبه وبس، عشان ما نبعدش تاني ابدا. كفايه بقى كده يا لمياء، انا رجليا وجعتني على الاخر. لا لا لسه شايفه فاطين. كفايه يا لمياء بقى، ده الغلب ده ربي. طب تعالى عشان عايزه اقول لك على حاجه. حاجه ايه؟ البوفيه لسه، البوفيه لسه. في ايه يا فاطين؟ طمنا. ايه؟ انا هقول لك على حاجه مهمه بقى. ايه؟ انا قررت امثل. ايه؟ امثل يا فاطين، ابقى اكترس. تمثلي ايه ده؟ تمثلي يعني ايه يعني يا لمياء؟ لا طبعا. ممثلة في التي في والسينما، ايه يا فاطين؟ لا طبعا يا لمياء، وانت من امتى اصلا بتمثلي؟ ولا من امتى عندك الموهبة اصلا؟ الموهبة موجودة، بس انا كنت مخبيها. تمثيل وغنى بيجروا في دمي. وغنى كمان؟ وكنت مخبيها ليه بقى؟ خايفة يتسرق؟ وطي صوتك يا فاطين، مش عايزة تنرفز عليك، انت فاهم ولا لا؟ لا يا حبيبتي، دي خطوبة بقى عمي وانا اللي هبوظها براحتي. نعم يعني ايه؟ اتفضلوا يا سادة، اتفضلوا يا سادة يا محترمين. خطيبتي لمياء حبيبتي عايزة تمثل، المدرسة الفاضلة عايزة تمثل، عمي أنس يا أشجان هاني من ده الأستاذ فهمي، خطيبتي لمياء عايزة تمثل. ألف 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 ومبروك يا عمي، كانت ليلة حلوة قوي على فكرة. الله يبارك فيك يا سيدي، ولو إني واخد على خاطري منك يا فاطمة. أنا آسف يا عمي، معلش. وبعدين لمياء هي اللي استفزتني يا عمي، قال إيه عايزة تمثل، قال فاكرة نفسها أمينة رزق. طب ما تسيبها تجرب، وفيها إيه لما تمثل؟ ما فيهاش حاجة يا عمي، بس التمثيل ده موهبة ودراسة، ولمياء عمرها ما مثلت قبل كده ولا حتى فكرت، يبقى خلاص الموهبة ظهرت عليها فجأة كده يعني. طب ما أنا قدامك يا عم أهو، مثلت قبل كده والمخرج أشاد بموهبتي العبقرية وبإحساسي المتأجج في الأداء، ومع ذلك ما مثلتش بعدها. ولا يعني هي عايزة تمثل وخلاص؟ كنت عارفة أني هلاقيك هنا، كان لازم أجيلك عشان في رسالة كان لازم أوصلها لك. عم عرفان اتحكم عليه بالإعدام، عارف ايه اخر حاجه قالها لي بعد ما عرف الحكم عليه؟ قولي لميشو ياخد باله من نفسه. على فكره يا ميشو، انا لو خسرت هبقى خسرت مجرد تجربه كنت مؤمنه بيها، بالنسبه لي مش هتبقى دي النهايه، لكن انت لو خسرت هتبقى خسرت نفسك وهتبقى دي نهايتك. استني بس يا لمياء، يا لمياء يا حبيبتي استني بس. حبيبي فاضل فاضل. احسن، وبرضه هعمل اللي في دماغي، مالكش دعوه بيا. يا لمياء استني بس نتفاهم. طيب مفيش بيني وبينك تفاهم. سلام. يا لمياء، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ في ايه يا استاذ فاطين؟ انت مزعل الاستاذه لميا ولا ايه؟ ايوه مزعلها يا حشري. ومزعلها ليه بس يا استاذ فاطين؟ عايزه تمثل يا سيدي. عايزه تمثل؟ طب ما تجيب لها اللي هي عايزاه يا استاذ فاطين، ما هي عروسه برضيكم من حقها تفرح زي كل البنات. يا لمياء استني بس، يا لمياء يا حبيبتي خلاص انا موافق، استني بس. بجد يا فاطين يا حبيبي، يا حبيبي يا فاطين، انا كنت عارفه انك مش هتقف قدام مستقبلي الفني. طب يلا يا حبيبي بقى، عشان عندي ميعاد في شركه انتاج، عشان عندي كاستنج. حاضر يا حبيبتي، بس بصي هروح انا وانت كده مع بعض مشوار صغير، وبعد كده هروح معاكي في اي حته. مشوار؟ مشوار ايه؟ مش تقولي بس هقول له كده ليه؟ نفذ وبس يا سيد. ماشي امسك. ايه هو؟ الو شيكو، سيد الحاوي معاك يا شيكو. عايز ايه؟ لا بس عايز ابلغك انه بظرف ساعه 60 دقيقه بالظبط
فلوسي توصلني لحد عندي بالتمام والكمال. 1,750,000 يا شيكو، والا محل قطع الغيار بتاعك هيبقى كوم تراب. ومش هو بس، لا لا لا، المخزن القديم بالبضاعه اللي فيه هيولعه بجاز. فهمتني يا شيكو؟ مش هستنى اكتر من ساعه زي ما قلت لك، ومن غير سلام. تمام قوي يا سيد. ستيشن، تطلع دلوقتي وتنفذ كل اللي قلت لك عليه بالحرف الواحد. وجب يا ميشو. ستيشن، ما تخافش يا ميشو، انا المره دي مركز قوي. مش فاهمني ايه الحكايه يا ميشو؟ انت مش عايز 1,750,000 جنيه يبقوا معاك النهارده؟ نفسي. ايوه بس ازاي؟ ازاي دي بقى تبقى بتاعتنا؟ الله، انت ناوي تحرق المحل والمخزن زي ما قلنا له؟ اتقل يا سيد واتك على الصبر. لا كده بقى مش هيفي سينكس. اوكي، مش شيكو مدريد اللي يحصل معاه كده. مش شيكو مدريد. خير يا استاذ؟ مش خير خالص. السيد الحاوي شكله اتجنن. بقول لك ايه، خد الشنطه دي. الشنطه دي فيها 2,000,000 جنيه. هتروح انت ولا بامبوني، تروحوا تخلصوا المزاد بتاع العربيات وتخليكوا هناك، وما تتحركش من هناك من غير ما تقولي. تمام يا استاذ. كيميا. ايوه يا استاذ. هتاخد نص الرجاله وترابط في المحل، مش عاوز حد يهوب من المحل. فاهمني يا وفا؟ ها؟ فاهم يا استاذ. ما انتش فاهم. النص التاني من الرجاله يروحوا المخزن القديم، يفضلوا هناك ما يمشوش لحد يدخل ولا يخرج. ها؟ مش عايز فتفوت تتنام لا واحده تخرج من هناك. واجب يا استاذ. ولما هو واجب واقفين ليه يا وفا؟ ما تيلا يا انا دلوقتي عرفت السيد الحاوي مش استغنوا عنك ليه. غبي ووفا. ما تروح يا وفا. ايه ده، وانا كمان معاهم؟ روح يا وفا. وريني بقى يا سيد الحاوي هتعمل ايه. ساره، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ يبقى اكيد حددتي ميعاد مناقشه الرساله وجاي تعزميني. حاضر يا حضره الضابط، هتلاقيني اول واحد موجود في القاعه، واول واحد هيحييك على الانتصار العظيم ده. لا يا فؤاد، انا جاي اعتذر لك. هتسري لي؟ انت كنت صح وانا كنت غلط. تجربتي مع ميشو اكدت لي ان المجرم هيفضل طول عمره مجرم، لان الاجرام بيجري في دمه. مبروك، انت كسبت الرهان. سارة، انا ممكن اكون كسبت الرهان فعلا، بس على النموذج اللي انت اخترتيه، مش على موضوع الرسالة. ايوه يا ساره، موضوع الرساله ما كانش غلط، الشخص نفسه هو اللي كان غلط. عشان كده انا عايزك تكملي الرساله بتاعتك. اذا كنت فشلتي في انك تخلي الشخص اللي انت اخترتيه بني ادم سوي، ده مش معناه اني غلط. الغلط بقى ان احنا نسيبه يكمل في الطريق اللي هو اختاره ويفتكر نفسه نجح. ساره، لو اتاكدت ان ميشو مجرم صعب اصلاحه، يبقى مكانه جوه السجن مش بره. خير يا استاذ فاطين؟ خطيبتي يا دكتور. مالها؟ اتجننت. اتجننت؟ ازاي؟ ايه اللي حصل؟ فجأة كده يا دكتورة طلع عليها ان هي بقى ممثلة ومغنية وبترقص وكل حاجة، ونفسها موت تعمل فوازير رمضان. فاكرة نفسها الأستاذة شريهان. حضرتك بصي، أنا جايبها معايا برة، بس هي يعني عصبية حبتين، يعني كده عايز حضرتك تعقليها واحدة واحدة بهدوء خالص معاها. وكمان أنا فهمتها إن حضرتك دكتورة في التمثيل والإخراج علشان ترضى بس تيجي معايا. انده لها. حاضر يا دكتور، بس هي عصبية شوية يعني. دي شغلتي. ماشي يا استاذ. شوية. جاية هوا. ده هيقع. هوا. لمياء، لمياء يا حبيبتي يا خطيبتي يا جميلة يا هادية. تعالي. الدكتورة عصمة لمياء دكتورة كبيرة قوي في التمثيل، ها؟ يعني ممثلة قديرة ما شفتهاش. لا ما شفتهاش. ولانا تعالي. لمياء يا دكتورة اللي حكيت لحضرتك عليها ممثلة هايلة. أهلا وسهلا. أهلا يا حبيبتي. الدكتورة عايزة تعمل ليك يعني تيست كده يا لمياء، وريها بقى تمثيلك. ماشي. لا لا، أنا عايزاها لوحدها. ماشي. أفهمك أنا. مع السلامة. هايلة هايلة. معاك. إيه فاتين. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا دكتور. ربنا يهديك يا لمياء، ربنا يهديك، وربنا يهديك أنت كمان.
تمثليه بس، تمثليه بس. بصي يا دكتورة، أنا عارفة إن فاطين بيحبني قوي وأنا كمان بحبه، بس أنا بصراحة زهقت وتعبت وعايزة أتجوز بقى. طب وليه فكرتي في موضوع التمثيل ده؟ يعني أنا قلت أكيد هيكون لي دخل كويس وهنقدر نجيب الشقة والعفش ونتجوز. يعني أنت فكرتي في موضوع التمثيل عشان المادة وبس؟ أيوه. شوفي يا لمياء، المشكلة مش مشكلتك أنت وفاطين وبس. اقعدي اقعدي، دي مشكلة جيل بحاله يا حبيبتي، ما بيفكروش غير في الفلوس وبس للأسف. لكن برضو أرجع وأقول معذورين، واحدة زيك مثلا حاسة إنها ناقصها كل حاجة في الدنيا، في الوقت إنك أنت عندك كل حاجة بس مش شايفاه. زي إيه يا دكتور؟ زي شبابك وصحتك، وبعدين ربنا كرمك بعريس زي فاطين بيحبك ويخاف عليكي. صدقيني بنات كتير قوي يتمنوا يبقوا زيك.